بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الصائمون والصائمات، وحاوي درسي سقالات أو دروستني تحاندا هي سلسلة نوتحنات كمدة أو فضل بشر رمضان أيلادا هي إيا روح الصوم أجر كأولي هي موضوع عن روح مركب ما أنت كساب سيني هي روح مسلم كا وحلا قربه ومركز تؤبهن يهي وحلا قوري سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه حديث كأوري ابن خزيمة في صحيحه وكوري وحليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه نبي أيا نأخذ بدي بشهر رمضان محاضر نوقف النبي صلى الله عليه وسلم وحيري مرك النبي صلى الله عليه وسلم بشان رمضان وبالخير قبته وبالإذن صاهر يسي أوصاص عطا وبالآن كل حجرنه وبالفعانة أيام كتشرنا أوصاص عطوير وحيري وشهر عظيم وشهر مبارك وعكوشر تهمين ليرا هذا ليلة القدر أو كفضل بدن كم بلوط أيو كفضل بدن يهي إلهي مال انت وحو فرض يالا إن لصوما أيو واجبي همين كينا إلهي وحو سنية إن قيام الليل لصمي سيدا صلاة تراويح دوكالا إن لصمي أيا رب النو حكمي وعلي النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بها ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. حديث واسيس هذا هو حديث دار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وايهي حديث كادر أيها الإخوة أيها الكرام،
أيها الصائمون، أيتها الصائمة، أيها الصائم. وعيا حديثكم عن نهيسو قنت وحيتها يدلعذو بشهر رمضان وحاكو جرته همين اللي يراهدو ليلة القدر أو رب قرآن كل شيء ونصفة عنك قهل دونه عشر كسد ثلث كسد حاد لأن القرآن كل شيء دقي أفري اللباتنك بشهر رمضان كتبت أورن وحي سودقين جملة وتفصيلا بشهر رمضان زبور داوود إيا إبراهيم إيا إنجيل إيا زبور إيا فرقان وكتاب كينا كل وحلقو خسيسي ولقو كرامي ولقو شرفي بشهر رمضان أحوال لكن إيا حالات مختلفة أي كسودان وكسودقين وعليا النبي صلى الله عليه وسلم بشا وحا كجرت ليلة القدر لنك بشا رمضان صومه إلى هاي معناها وحا ويا بشا رمضان صوم كذا فرض وكرقي همين كي اللي سوت شيدنا وصن ننكي إلهي يقول له هذا هل شيء أو خيره وحول المدية هاي نين الشي فرض أو واجب بقوتي بشهر رمضان لحديدة هل شيء أو سنة تدوع وي تدوع اللي روح أن واجب هاي نينكي بشهر سماية قرآن كو أخريي سلاة الليل بوتو كذي وحو بحية صدقة أو تدوع بحية تي واجب كاد مايا وحو يعني وحا وي وصو عمر رئيس عمر آدي وحا يلمت هاي أضو بش أضو شي فرض سماية أو كو نغمي أو كري لمتها وصنة سنة دي يما كان فردك تاغن مانتا ويكتك تدوع نمدي سنة نمدي وعلى هذا أنا ورها الليقة هاو بالرمضان انشوغا بالرمضان انشوغا هاي سنة إيا تدوع إيا سداس هاي يعني هاي ولا حساب تمن بالرمضان وي بش رمضان شيقة سنة دي هاد سميستا وحاوي شي فرد أو سميسا أو كل عمل هذه سنة دي هير كاتشوكتو فردك سنة غنية سلاة دي اللي تكدو صوم كي اللي صومو سكدي أو لبحيو سكذا بشهر رمضان إلا بحيا في عن صومالي واحد بعشاء بشهر محرم ليرا وسنة كوبيسا محوما كل شهر أو سكذا بحساء وقوب بنانتاي لكن بشهر رمضان أي فضل بدن نوعي بدن وفضل بدن تاي إن شاء الله سنحدث فيما بعد دب وهو منك بشهر رمضان شيء فرض سمية كان كمن أدى 70 فريضة تطبات تنفرض نسمي أيها المديهي هل فريضات سميسي دور كيبا تكتي كأنما تطبات ظهور أو بشر رمضان تطبات ظهور وأدي تكتي أو فرضة أي الغوغ ميسي ويهي كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه أستغوي كالسوهر المالنتا بشوحور النبي وشهر الصبر شهر وبشا صبرك أو شهر صبر ما حيكون نقطي وحيكون نقطي ولا ليال انتدي سوكما آدن سمر يدعو طعامه وشرابه من أجلي سو حديث القدس ما نبي بوير إلهي درتي سو أقتقي انتدي إي عبتانكي إي حلاشيسي حتى تامنا لي رقف دمرك هاو دوان الله أكبر إلهي درتي سو أقتقي مرهدو إلهي درت عنتدي أجوتي أقاتشوذي أقومي أسوتي ذي همين كيورنا إلهي موحو كردي أوني هرات أون وحبالها مي كان كمن أدى 70 فريضة يد الله ملاء ورقع أنت إلهي وهوين تهي صحاء الليل والنهار داغد إلهي همين يقلب أساسي أسعطا وحبان لغا سوقادا أيو لحسابنا أيو كونتر كمكا تكتيد يررم لغا سينا يهماها إلهي أكتيسو إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر وهجري سوبنهن صلى الله عليه وسلم وشهر الصبر صبرك ثوابتي سنوى جنة حمانتي يكسب راي أفلقاتي يكسب راي عيدي بكسب راي انتدي بكسب راي الله أكبر أفكيب سومي ابتيب سومي لكتيب سومي اندهيب سومي قعنتي سومي نكا وحوية ما شاء الله ممتاز عند الله درجة عالية أيو قاتي
شهادة شرف بوقاتي ها وكا وهاوي صبرك ثوابتي سوى جنة إلى وحلي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دتك السمرة ودردك السمرة لباتدك السمرة قاتدك السمرة ودرد الله أكبر سنكرتك السمرة ليكرك السمرة مرض الكلو كليها يعني وحا قسمرة كسر كقسمرة وحا وي او يراهدو قضاء والقدر انت دتك يراهدا ثوابه الجنة ورسلنا ميل نوتال لمشهد ادونك الله دمنيا نينك دمنيا وانين ان توبة يا خاتم خير كل من لكن نينك توبة يا خاتم كل انت ان شاء الله نينك ميت اول ولي الله اكبر ها نرجي سلف كمدة ايا وحيري ويل كيسي wiilkii soo xir aabe asagoo murugaysan ka soo maxaa la murugaysan tah markaas uu saaxiibkay ba dhintay markaas uu yiri maata ala sunna ala islam islaamka ma ku dhintaa soo mar surha markaas uu maxaa uga walwalay nin islaamnimada ku dhintay asagoo tawxiid ya dhintay ninkaas laga ma walwalo ninka tawxiid la'aan iyo aakhira la'aan iyo macsi ku dhintay ninkaas laga walwala oo laga qoomo meeya ayuu yiri allahu akbar imaam ahmed أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة بالحق أي مركو لمن يا نوحي أماتك الله بالإسلام إسلامك الله كقدله مركاس والسنة سنة الله كقدله له سنة سنة عيار معها سنة النبي حدي لا تطبقه وحك استوى النوح قاقيا حدي لا خلافنا وحك استوى النوح مانيا موضوعي موضوعي يكون نقول يا مركز wuxuu yiri nebigu sabarku waa muwaasaa waa bisha la isku diiqo oo la istaakuleeyo oo wax la istaro oo ruuxa faqiirka wax la taro idkhaalu suruuri fii qalbi lmu'min ruuxa mu'minka qalbigiisa farax waa in la geliyaa bisha meel dhexaadka taliita bisha ramadaan inta waa in laga farxiyaa ha nabiga saxaabadu way soo waxay yiraahdeen idkhaalu suruuri fii qalbi lmu'min waa maxaya rasuulallah wuxuu yiri saddu jawcati gaajada oo laga bi'iyo dharka oo la siiyo hadduu dhar la'yahay in la nabadgeliyo inaan la dhibin haddii bisha ramaadaan xabad la isku rido oo ninkii naftaa u keenti oo aad dhacdid ood boobtid mobeel ka qaadatid allahu akbar asagoo xaj ku jira haddaad waxaa ka qaadatid nin baa wuxuu yidhi anoo xajar aswadka wejiga ku haya ayaa nin mobeelka igala baxo yidhi nin sheekha weeye marka wuxuu yidhi markaan banaanka u baxoy mobeelkii waayey ayaan telefoon diru yidhi markaasaa inigu markaasuna ila hadlu yidhi markaasuu yidhi adeer mobeelkii anaa haysta xajar aswadka markaad wejiga ku garaacaysay ayaan kaala baxay allahu akbar wuu ku faanaa xajarulaswadka markaad wejiga ku garaacaysay ood wejiga ku haysay ayaan kaala baxay adeer raalli ahow allahu akbar ramadaan muxuu ku ogyahay ninkaas waa bisha qalbiga ninka muminka qalbigiisa naxariista la geliya wuxuu yiri waa bisha arsaaqda la kordhiya ruuxa muminka arsaaqda loo kordhinaya bisha ramadaan adoon waxbahen waxaad arkaysaa waxyaala iska imaanaya allahu akbar waa naxariista ilaahay weeye marka waxa weeye wuxuu yiri nebigu sala allahu calayhi wasalama man fatara saa'iman nin sooma ninkii afuriya waxa weeye kaana maqfiratan lidunuubihi wa cidka raqabati min annaar dembigiisa oo dhan waa la dhaafaa naartiina waa laga xoreynayaa maalin hal maalina ruuxii nin afuriya ajirkiisii oo kale una helayaa ninkii soomanaa ayadoo ninkii soomana ajirkiisa aan laga beerdareyn oo laga nusqaamin ayaa kan waxaa la siinaya wixii dhan la iskugu shubaya allahu akbar waxa weeye raqmulxisaabka waa inaad badisaa waxa weeye akoon nambarkaaga waa inaad waasicisaa ilaahay waxaasu ku shubaya ilaahay akoonkaaga fii miisaani xasanaatiga rabbi kuugu shubaya waxaasoo dhan qalbiga nadiifi ha sidaas weeye marka waxa weeye saxaabadii waxay yidhaahdeen
markuu yidhi nebigu ninkeeni soo nin soo man maalintii afuriya dembigiisa waa la dhaafay laysa kullunaa yajidu maa yufatiru saahib yaa rasuulallah nin kastoo annaka naga mida nin soo man wuxuu ku afuriyo ma heli karo wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam thawaabta aan sheegay iyo nicmada aan sheegay waxa weeye waxaa iska leh ninkii nin saa'ima afuriya xabba timira ninkii marka hore afka u geliya biyo ninkii marka hore xoogaa biyo afka u saara kabasha caana ninkii siiya taasu waxay lamid tahuu yidhi nin dadkii afuriyey dad waxaa arkay timirta albaabka la taagan waxa weeye ninkii ajirkiisa qaadatay asnakiisa waa la siinayaa wuxuu yidhi nebigu bishan awalkeeda waa naxariis tobanka hore tobanka ee labaadna waa cidku waxa weeye waa dambi dhaaf tobanka ugu dambeeyaana waxa weeye waa cidqu min annaar ilaahay waxaan ka baryaynaa cidqigaas inuu ilaahay naarta annaka iyo waalidkeena waalidiinteena jiiraankeena dariskeena muslimiinta oo dhan meel ay joogaan ilaahay inuu dambigooda dhaafa naarta alla ka xoreeya rabbina waa ballan qaaday nebiguna waa noo sheegay sala allahu calayhi wasalama meel yacni hurdo fiican saaxda insha allah bisha ramadaan waa ninka laakiin broceska ninkii buuxiyo wey ninkii khaanadaha buuxiyaa la raba laakiin khaanadahaan saxi doona aakhirka insha allah in la buuxiyaa la raba wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalama war afar badiya afar shay badiya afartaa laba ilaahay baan ku raalli garaynaynaa ood ku raalli garaynaysaan labana annakaan ka maarmin oo ilaahay uga baahan waxa weeye labada ilaahay lagu raalli garaynayaa waa towxiidka shahaadatu an laa ilaaha ila allah watastakfiruuna towxiidka waa in la badiyaa ilaahay baan ku raalli garayna laa ilaaha ila allahu keliya maaha waa inaa towxiidka siduu yahay ugu dhawaaqdaa ilaahay inuu waaxid yahay in cibaada keliga uu leeyahay in cid wax la wadaaji karin keliga in la caabudo cibaado in loo barax tiro towxiidku waa kaa mujaradu towxiid bilisaan la biduuni ikhlaas cibaadada waa inay ikhlaas tahay mutaabaca waa inay tahay hada huwa towxiid waa towxiid almadluub min almuslim min almu'min min almuslima min almu'mina towxiidku waa kaa ta kale ood ilaahay ku raalli garaynayno waxa weeye waa istikfaarta war istikfaarta badiya istikfaarta badiya qodobka labada ilaahay labada annaku aan u baahnay ilaahay uga baahnay waa maxay labadaasu waxa weeye ilaahay waxaan ka magelaynaa inuusan cadaabin allah fatas'aluuna allaha aljanna ilaahay jannaan weydiisanayna ood weydiisanaysaan allahumma nas'aluka ridaaka waljanna wanacuudu bika min sakhatika wannaar waxaad ka magangelaysaan naarta ilaahay labadaas weeye labada ilaahay aan ka baryayna oon ka rabna kow waa jannadii labo ciqaabtii ilaahay naarta ilaahay uusanna ciqaabin uusanna cadaabin uusan naar dabka ilaahay uusan gacanta noo gelin sidaas weeye naarta aakhiro naartan adduunyo maaha naartan marka labadaas afartaa shay wuxuu nebigu badiya bisha ramadaan laba shay ilaahay baan ku raalli garaynayna laba shayna annakaan ka maarmin labadeele aan ku raalli garayna waxa weeye shahaadada ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada rasuulullah ninku hadduusan taa lahayn muslimba maaha waa meesha islaamka lagu galaa kow kaarka koowaad uu islaamka lagu soo galo waa albaabku hadduu xiran yahay meelaha hadda aroosyada iyo raqam keen baa lagu leh aw kaarkii lagu casuumay diyaafadda casuumadda waa dhiibe waa geli kaarkaasaa jannada lagu galaa miftaaxu ljanna laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah jannada albaabkeedu laakiin miftaax kasta waxaa laga yaabaa jannada inuusan kuu furin likulli miftaaxin lahu asnaan furo kasta wuxuu leeyahay ilko ilkahaas haddaysan kuu dhammaystirnayn albaabka hama furmayo albaabka lagu furaa jannada waxa weeye waa towxiidka laa ilaha illa soomaaha waxaa la rabaa soomka in lagaa helaa waxaa furayaal waxaa ilka u ah soomkiibaa u ah salaadiibaa u ah sakadiibaa u ah xajkiibaa u ah intaasoo dhan ayaa fura u ah furayaashaas ilkahaas hadday kaa kala maqan yihiin jannada lagu furi maayo ilahay wuxuu kusinaya furaha jannadaasaad leedahay furuu kuleeya ilaahay allahu akbar marka waxa weeye haddaad furu weyday jannadii iska noqo weeye waxbaa kaa dhiman nimra qalad nimra qalad again bis again maaragtay mobeelka markaad dirsanaysid wuxuu kuleeyahay raqma dawali mashquul billaahi acdi lmukaalama hadalka soo celcel soo celi waa ku garaaci maantoo dhan kuwad maantoo dhan kuwad marka dambe kuugu dhaca dhalalalalalalalalow allahu akbar istikfaarta badiya marka dambe waa nuugu dhace ilaahayna waa ku dambi dhaafaya waa nuu dambi dhaafaya
waxa weeye xadiidkaas waa xadiid nebiga laga wariyey sala allahu calayhi wasalam. Ninkii salaadda la yimaada, salaadda iyo soomka iyo xajka ninka la yimaada jannuu helaya. Darsigayni maanta sagaalaad intaasuu nagu dhan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.